شوفي طلق الرصاص، الطلق أو الرمي أو القذف في الرؤى من معانيها دل على الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات، قال والذين يرمون أزواجهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في من السبع الموبقات قذف المحصنات. كل هذا إخراج الكلام شبه بمثل طلق النار، وما رميت إذ رميت، قال لا ترمي علي كلام، فلان يرمي الكلمة وبس ما يحسب لها حساب. فمعانيه يدل على الكلام اللي شفتي، الكلام في الظهر، الكلام في ظهره. وكذلك من معاني يعني لها مد الولاد أنه يدل أحيانا على العين، لكن أنت تقولي ما تألمت ولا شيء، فهذا كلام يمر ولا يضر. والمؤمن يحافظ، والمؤمنة يحافظون على أذكارهم بإذن الله، ولا يحفظ ولا يضرهم شيء إن شاء الله.